عاجل مخاوف عند المصريين بسبب خروج صور لسد النهضة مختلفة، ننشر التفاصيل. وعاجل الداخلية المصرية تصدر بيانا عاجلا حول فيديو مثير للجدل داخل قسم شرطة السلام. وأرقام قياسية ضخمة مصرية في تصدير الغاز عالميا، ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، فنانة مصرية كبيرة تستنجد بالرئيس السيسي. وتفاصيل لجوء أوروبا لمصر بسبب الأزمة مع روسيا. وأول تعليق لأمريكا على رفع حالة الطوارئ في إثيوبيا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل الداخلية المصرية تصدر بيانا حول فيديو مثير للجدل داخل قسم شرطة السلام. أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا حول ادعاء بعض المحتجزين بديوان قسم شرطة السلام خلال مقطع مرئي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضهم لأساليب غير مناسبة بالقسم. وأكدت النيابة العامة المصرية في بيان لها أنها توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز وصوروا المقطع المنشور بهاتف محمول مهرب ثم أذيع للادعاء كذبا بذلك. وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقر حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وإصابتهم بسبب تعدي ضباط الشرطة عليه وادعاء وفاة أحدهم ومنع الطعام عنهم. فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم في حضور محامي، فأقر باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلال زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المنشور وأظهروا فيه إصاباتهم وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم للتعدي من ضباط الشرطة بالقسم وإذاعة أحدهم. وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت لاشتراك 4 متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخطط الغرض منه ادعاء تعرضهم لأساليب غير مناسبة بحجز قسم شرطة السلام على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها لإحداث زعزعة فيها وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المنشور المدعي فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعدي ضباط الشرطة عليه، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الذي استجوبته عدة اتهامات أنكرها جميعا عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القانون واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة. فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وجاري استكمالها. المصدر معانا كان من صحيفة الأهرام. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مخاوف عند المصريين بسبب خروج صور لسد النهضة مختلفة، وننشر التفاصيل. ورد خبير المياه المصري عباس شراقي على نشر أحد نشطاء السوشيال ميديا على تويتر نبأ تشغيل توربين بسد النهضة يوم السبت الماضي 12 فبراير 22، وأوضح أن الصور المنشورة على تويتر من صور مكبرة ومشوشة لأحد أجزاء بحيرة سد النهضة.
وشرح على أنه الممر الأوسط وأن شكل المياه باللون الأزرق ازداد نتيجة تشغيل التوربينين رقم 10. وتابع خبير المياه المصري لجهل من يدعي التشغيل يشير إلى جزء من طرف البحيرة نحو السد المكمل على أنه الممر الأوسط رغم عدم مرور مياه من فوق هذا الجزء، كما أن مياه التوربين لن تخرج من جسم السد وليس لها علاقة بالممر الأوسط، لأن فتحتين التوربينين مغططان بمواسير منحدرة نحو محطة الكهرباء لتحريك ريش التوربين ولن تظهر المياه إلا عند خروجها من المحطة كنافورة وليس من جسم السد كما هو موضح في الصور. وأشار إلى أن المدعي يقارن بين صورتين يوم 11 والأخرى يوم 13 فبراير رغم أنه لا يوجد تصوير يوم 11 فبراير، والصورة اللي قبلها مباشرة هي ليوم 8 فبراير. وضح هل يعقل أن يتم التشغيل دون احتفال، ونوه بأن الموقف حاليا لا يوجد تشغيل حتى اليوم، ولو حدث ذلك سوف يظهر في الصور وسوف أعلنه فور وصوله مثلما حدث عند التخزين الأول والثاني أو عند أي تغير يحدث في جسم السد، لماذا أخفيه أو أنكره؟ التشغيل سوف يأتي لمصر بمياه التخزين الثاني كله، ورغم ذلك نرفضه لأنه قرار أحادي، كما أن التشغيل محدود للغاية في توليد الكهرباء وهذا شيء لا يهمنا كثيرا إذا كانت الكهرباء كثيرة أو قليلة. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني برضو دي شائعات بتنشر على السوشيال ميديا وللأسف ناس بتصدقها، وأفضل أقول للأسف في كل فيديو يعني بلاش نمشي ورا الشائعات، بلاش نمشي ورا أي حد كاتب أي حاجة على السوشيال ميديا، لأن أي حد ممكن يألف أي قصة من دماغه أو يعني يفبرك صور زي ما هو عاوز ويثير الجدل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأرقام قياسية ضخمة مصرية في تصدير الغاز عالميا، وبحث مجلس الوزراء المصري التطورات التي تشهدها تصدير الغاز المسال خلال عام 21 التي شهدت نموا وصل إلى 385%، لتسجل مصر بذلك رقما قياسيا في صادرات الغاز عالمية. ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021 إلى 6.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020. وترجع زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط الإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية. المصدر معانا كان من بعض الوكالات، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. عام 2021 حققنا نمو في صادرات الغاز المسال المصرية بنسبة 385%، طبعا رقم ضخم، ونتمنى التوفيق والمزيد من النجاح للاقتصاد المصري ولتصدير الغاز، وخصوصا لو اتكلمنا عن الفترة الحالية اللي بتشهد أزمة في منطقة أوكرانيا أو ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، ده هيرفع سعر الغاز الطبيعي وهيخلي روسيا يعني بعيدة عن حسابات أوروبا، فقد تلجأ أوروبا إلى بعض الدول الأخرى منهم مصر بدلا من روسيا. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، في مفاجأة كبرى، فنانة مصرية كبيرة تستنجب بالرئيس السيسي. الفنانة المصرية شريفة ماهر يعني تحدثت وتكلمت عن كواليس أزمتها، المشكلة هي بينها وبين أبنائها، المشكلة تتعلق بالميراث خلال الفترة الأخيرة. وقالت شريفة ماهر خلال لقائها مع الإعلامية رشا مصطفى في برنامج بنت البلد على قناة صدى البلد: بنتي مكان قلبها في حجر، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي. معلقة قالت لي تطلقي من جوزك وإلا ملكيش حاجة. شريفة ماهر أكدت إن جوزها لا يطلب منها أي شيء، قائلة: لو اديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني. أضافت: ابني بعت ليا ابنه يهددني. وأكملت شريفة ماهر: كنت أثق في ابني الذي هددني جدا، لكن صدمت واكتشفت إن مفيش ضمير. وقالت: ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي
انا بناشد الرئيس عشان ماليش غيره. في وقت سابق كانت شريفة ماهر تعرضت لعدة مشاكل مع ابنائها بسبب الميراث، مشيرة الى انها اصيبت بكسر في ذراعها بسبب اعتدائهم عليها. وضحت ان نجلها شريف هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها وامسك يدها لتوقع على اوراق لا تعلم عنها شيئا بسبب ضعف نظرها. المصدر معانا كان من القاهرة 24، يعني نشهد في هذه القضية عقوق من الأبناء لآبائهم. طبعا ده شيء يعني صعب جدا، وربنا مش بيسامع في حاجة زي كده، وخصوصا الأم يا جماعة. يعني الأم ده شيء يعني كنز، الجنة تحت أقدامها، فاحنا يجب ان احنا يعني نعاملها بلطف وود وما نزعلهاش في حاجة. وهي يعني الست بالنسبة للفنانة شريفة ماهر يا لسه على قيد الحياة، لسه يعني ما ماتتش عشان نتكلم في ميراث، فيعني ربنا يصبرها. وهذه كانت استغاثة الفنانة شريفة ماهر للرئيس عبد الفتاح السيسي. ننتقل مع بعض لخبر آخر وتفاصيل لجوء أوروبا لمصر بسبب الأزمة مع روسيا. كنا لسه بنتكلم على 385% زيادة في صادرات الغاز لعام 21. هنشوف أوروبا ممكن تلجأ لمصر بسبب الأزمة مع روسيا إزاي. رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات في مصر قال إن أوروبا هتكون جادة لإيجاد بدائل الغاز الروسي. كنا لسه بنتكلم فعلا من شوية قبل الخبر اللي فات إن أوروبا فعلا هتلجأ لدول أخرى بدل روسيا، ده لو روسيا يعني قامت بغزو أوكرانيا، وقد تكون مصر هي البديل القريب والسريع طبعا لوقوع مصر في منطقة استراتيجية يعني عظيمة جدا ووقوعها على البحر المتوسط. وأوضح رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على CBC أن مصر تطل على البحر الأحمر والمتوسط، وتستطيع إنشاء خط غاز ينقل الغاز المسال القادم من شرق البحر الأحمر حتى يصل إلى مصر ويتم توزيعه على عدة دول. وأكد أن معظم خطوط الغاز تم إيقافها حول العالم بسبب الخلافات الاقتصادية بين الدول في ظل ما يحدث الآن. كما أن مصر بها ميزة وهي وجود عنصر بشري كثيف مدرب في قطاع البترول. وقال أن التحول لاستخدام الغاز الطبيعي خفف من استخدام الأنابيب، وهذا يتيح التصدير بأسعار أقل، مبينا أن ترسيم الحدود مع السعودية جعل هناك مناطق لطرح الاستكشافات في منطقة البحر الأحمر. لفت أن الاكتشافات البحرية ستكون غنية لأنها تشبه حقل ظهر الذي تم استكشافه مؤخرا. المصدر معانا كان من الوطن، وتاني نتمنى يعني الخير لمصر والتقدم بإذن الله. وهنشوف مصر، يعني أنا بقول لحضرتك هنشوف، مش نتمنى نشوف، لا إن شاء الله هنشوف مصر من الدول المتقدمة بإذن الله. خبر أخير معانا، بنتحدث عن أول تعليق لأمريكا على رفع حالة الطوارئ في إثيوبيا. وأمريكا رحبت برفع حالة الطوارئ في إثيوبيا التي فرضتها السلطات الفيدرالية منذ نوفمبر الماضي. حسب وكالة رويترز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أمريكا رحبت برفع حالة الطوارئ في إثيوبيا، وصوت البرلمان الإثيوبي على الإنهاء المبكر لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر الماضي لمدة 6 أشهر، مما يبدو أن هناك بوادر على أن الصراع بين حكومة أبي أحمد وقوات إقليم تجري يمكن أن يقل. وجاء قرار برلمان إثيوبيا بموافقته على طلب الحكومة برفع حالة الطوارئ قبل الموعد المحدد لإلغائها. في يناير الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب ما يحدث مع جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضي. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون جبت لحضراتكم أهم الأخبار في الوقت الحالي، أتمنى يعني تكونوا استفدتوا بإذن الله. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك للفيديو، واعمل متابعة للصفحة أو اشتراك في القناة لو أنت على اليوتيوب أو الفيسبوك. وأتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة جيدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.